وزارة التربية والتعليم بالبحيرة. أستاذ إبراهيم أهلا بيك. أستاذ إبراهيم سامعني؟ سامع سيادتك فندم، سامعك. أستاذ إبراهيم، هل الأستاذ كامل الراجل نقلتوه فطب ساكت مات بسبب النقل؟ أسرته تتحدث عن إنه ظلم ومات بسبب الظلم، لم يتحمل الصدمة. فندم، هو الأستاذ كامل في شهر 2 كان في مشاكل بينه وبين بعض المدرسين في المدرسة، فالمشاكل دي راحت للنيابة الإدارية، فبعديها بشوية الأستاذ كامل تقدم بطلب نقل للمديرية إن هو عايز يمشي من المدرسة ويروح إدارة بندر دمنهور، وبالفعل تم تحقيق رغبته. بعدها بأسبوعين جالي المكتب الأستاذ كامل وقال لي أنا عايز أتنقل من إدارة بندر دمنهور لإدارة التعليم الصناعي بالمديرية المركزية، وتقدم بطلب وبالفعل تم تلبية طلبه. الكلام ده كله كان شهر 2. من شهر 2 لغاية الوقت اللي توفى فيه الأستاذ كامل لم يتقدم بطلب ولم ينقل، وإذا كان في حد قال إن هو اتنقل في الفترة الأخيرة دي، لا يا فندم ما حصلش. يمكن أنا في إيديا دلوقتي طلب النقل اللي هو مقدمه بتاريخ بالظبط 22/2 الطلب الثاني، والطلب الأولاني 3/2/2012 بخط إيديه وبناء على رغبته، وبعد كده ما اتنقلش يا فندم، وكان موجود في المديريه لغايه اخر يوم، وماضي حضور وماضي انصراف وماشي مع زمايله، وما كانش فيه ادنى مشكله بينه وبين اي حد من زمايله او مدير التعليم الفني، ما كانش فيه ادنى مشكله وصلتنا ان في اي حاجه تعكر صفو المجموعه دي مع بعضيها ان شاء الله. خلينا اسال زوجته مدام احلام عبد العزيز. مدام احلام اهلا بيكي. مدام احلام نوطي التلفزيون بس. اهلا وسهلا استاذ وائل، بقية في حياتكم جميعا والبقاء لله. هنا كلامكم في التقرير يتعارض مع اللي بيقوله الاستاذ ابراهيم التداوي، بيقول انه لم يتم نقله ولم يظلم، هو اللي طلب النقل. هو هقول لحضرتك استاذ وائل دلوقتي، هو كان في اضطهاد من وكيل الوزاره ومن مدير عام اداره التعليم الفني، مدير عام التعليم الفني ده اللي هو مسعود الفين، فكانوا باستمرار. انا يعني اللي عرفته مؤخرا ان كانت الايد اللي بيحركوها علشان تضطهد زوجي اللي هي فاتن الدبيدي كانت بتحرض المدرسين ان هم يكتبوا شكاوي ضده علشان يروح لهم مستندات رسميه ضده علشان يقرا ان هو يشتغل في المدرسه. ماشي؟ من كتر نجاحه وتطور المدرسه كان بيجي له كلام ويقولوا له خاف على نفسك من نجاحك، خاف من التطور اللي انت بتعمله هيجيب لك نتيجه عكسيه. كل مسؤول في مكانه كاره نجاحك، وهو كان رده الوحيد يقول خليك مع الله، اللي مع ربنا عمره ما هينظلم. ودي كانت كلمته دايما، بس هنقوله ايه؟ الحمد لله. طيب انا بس سؤالي، عشان انتوا كلامكم هنا انه يعني الراجل مات من الظلم بسبب نقله تعسفيا. هو الاول من كتر الضغوط النفسيه اللي عليه. انا سامعك. من كتر الضغوط النفسيه والشكاوي اللي حصلت، هو فعلا كره المدرسه. كتب طلب نقل وراح الاداره التعليميه. لما راح الاداره التعليميه وارتاح فيها واشتغل، يعني هنقول لحضرتك يوم ونص نال محبه الناس كلها في الاداره التعليميه. طيب لما لقوه هنا بدا ينجح برضه وبدا الناس تحبه، راح يعني ثاني يوم وفاجئ ان زوجي جاني متاخر من بره وبيقول لي ان وكيل الوزاره اتصل عليا الساعه 10، كنا بالليل يعني. وكيل الوزاره اللي هو الاستاذ ابراهيم؟ وكيل الوزاره اللي اتصل على زوجي من الخط الارضي من مديريه التربيه والتعليم، واللي عايزين الموبايل بتاعه حد ياخد الموبايل بتاعه ويطلع من لحظه كتابه طلب النقل، حتى لما اتصل عليه وقال له تعالى لي انا عاوزك من الخط الارضي في مديريه التربيه والتعليم، راح له وقال له احنا ما ينفعش القياده بتاعتنا اللي هي اللي مشرفانا انها تروح الاداره، احنا عايزينها تيجي المديريه معانا وتشتغل معانا، وزي ما احنا متعودين على النجاح اللي انت يعني عملته في مدرستك تعمله عندنا هنا
في اداره في متابعه التعليم الفني، وبالتالي قال له اكتب لي طلب نقل. حتى بالاماره لو تلاحظ حضرتك، طيب طلب النقل اللي انكتب من الاداره للمديريه ما كانش بخطه، بيقول لي انا يعني كنت متوتر لان المقابله ما كانتش يعني جت مفاجاه وانا خلينا ندعو الوزير للتحقيق في هذه الوقائع. هل مات الاستاذ كامل بسبب اجباره على النقل؟ لانه هو بكده يبقى هو اللي طلب، قدم طلب نقل، فهل ظلم فمات من الظلم؟ نتمنى التحقيق في هذه الوقائع.